خش بقى مع حضراتكم نشوف مقارنه بين مشوار النادي الاهلي في الدوري المصري ومشوار الدحيل في الدوري القطري. النادي الاهلي خاض 9 مباريات، كسب 6، تعادل 3، ولم يهزم حتى الان، ورصيده 21 نقطه وليه 19 هدف عليه 4، يعني فرق 15 هدف لصالح. وده الفريق الوحيد اللي في الدوري المصري لم يهزم حتى الان. الفريق الوحيد في الدوري المصري اللي بتشككوا في امكانياته الذي لم يهزم حتى الان. الفريق الوحيد اللي انتوا بتشككوا تاني في امكانياته لم يهزم حتى الان، حتى لما ساب الدنيا وراح كاس العالم للانديه مش حكم. نخش بقى على فريق الدحيل. فريق الدحيل لعب 15 مباراه، كسب 9 مباريات، تعادل مباراه، وتلقى الهزيمه في 5 مباريات. نقولها تاني، لعب 9 مباريات، تعادل في مباراه، وتلقى الهزيمه في 5 مباريات. ليه 36 هدف؟ عشان كده احنا بنقول القوه بتاعته في الخط الامامي، ولكن عليه 21 هدف. بمعنى كده زي ما قالوا جميع المحللين الفتره اللي فاتت ان عنده ضعف في النواحي الدفاعيه. بياتي في المركز الثاني في الدوري القطري.